يعني من يدعي عليه أن يثبت هذا الادعاء، فبالتالي التحالف الثلاثي مطالب إذا كان فعلا هو يشكل الأغلبية السياسية الوطنية والقومية وما أعرف كل هذا الألفاظ، من المفترض عليه أن يثبت أنه فعلا هو يمتلك هذه الأغلبية، بالتالي لا ينتظر الصدقة من الإطار أو من باقي القوى السياسية. وعليه موضوع التشظي والذهاب بعيدا عن موضوع السياسة والذهاب إلى الصواريخ والطائرات المسيرة. أنا أعتقد هذا الموضوع حقيقة تضليل للمشاهد وخلط حقيقة للأوراق وتضليل للرأي العام، فبالتالي القضية قضية سياسية والبرلمان العراقي مطالب بالحضور، وبالتالي هذه المطالبة حتى وإن كانت هنالك حرب فالمصلحة العامة تطلب من كل أعضاء البرلمان وكل الطبقة السياسية الحضور. لكن المشكلة وين؟ يعني مرة ادعيت أني أغلبية سياسية وهمشت بعض القوى السياسية، فبالتالي أنت لا تنتظرني أني أحضر أو ما أحضر، أنت من المفترض عديت العدة لهذا التحدي وادعيت فد أمر معين، من المفترض أن تكون في مقام هذا الأمر. نعم. فبالتالي عندما يتنصل أو يبتعد الطرف الآخر عن الحضور، أنا أعتقد هذا الموضوع ليس فيه مثلبة، خصوصا نحن في خصومة وفي تغيير لقواعد اللعبة السياسية، أولا بعيدة عن العرف وبعيدة عن الدستور والقانون. فإذا تكلمنا عن الدستور والقانون فمن المفترض المادة 76 تتكلم حقيقة عن الكتلة الوطنية الأكبر، الكتلة العفو الكتلة البرلمانية الأكبر. وبالتالي إذا اللي كنت هي فعلا منو أنت حاليا؟ حاليا ماكو، يعني احنا بالمناسبة اي احنا عندنا عرف سياسي وعندنا دستور. العرف السياسي انا اعتقد هذا الموضوع ليس مثلبة، ترجع انت الان للقوانين الانجليزية، لكن الدستور بالأرقام ما الانجليزي يميل قائم للتحالف على العرف. الثلاثي؟ لا، التحالف الثلاثي الان حقيقه لو كان فعلا هو واصل للنصاب لكان عقدت الجلسه قبل هذه الجلسه حقيقه، لكن المشكله انه ادعى ادعاء وهو حقيقه الان لم يصل لهذا المستوى.